ما إن يدخل شهر فبراير حتى تنحصر التقلبات الجوية مع دخول ما يعرف بالعامية جرة العنز، التي يكون فيها الطقس بين مشمس تارة وبارد وممطر تارة أخرى. هنا في جبل نفوسة تتناقل الأساطير والمعتقدات القديمة الأمازيغية ما دار بين شهر يناير وتلك العنزة التي حاولت أن تتحدى الطبيعة وتخرج للمرعى بعد أن حبست عنه 40 يوماً بسبب البرد. قال لها النار، هو يرد عليها النار، قال لها نسلف نهار، نسلف نهار من عمك فرار اللي هو جرة العنز، يعني يقول فيها، قال لها نسلف نهار من عمك فرار ندير في العيلة بازار ونحط تعظيماتك في النار. قال لها إن شاء الله اليوم لابد تموتي فيه. وفعلا بعد 12 يوم تصير جرة العنز، هذه جرة كبيرة تقعد تقريبا 7 أيام، يقولوا 7 أيام، 7 أيام سلخ وسبع أيام ملخ وسبع أيام ينحوا الجلد على العظام. هادو 7 أيام هادو يكونوا من 14 فبراير، من 14 فبراير بالضبط إلى 29 فبراير. دفعت تقلبات الطقس الأهالي القدماء إلى إنشاء نظام يعرف بحساب الغيلان نسبة لراعي الإبل غيلان، حيث أنشأ الأخير نمطاً دقيقاً تضبط فيه أيام كل فصل من فصول السنة بكل دقة بخلاف الأوقات السابقة. الناس في ذلك الوقت دارت يعني أفكار، دبرت على باش تحتاط لنفسها، ما عندهاش رصاد اللي يقول لها يوم كذا بتجيك مثلاً أمطار ولا بتجيك عواصف. في هذه الحالة داروا يعني رزمانة فلكية، معنى حدوا برواحهم، قام تجي العاصفة الفلانية وسموها قرة، وامتى تجي مثل الأمطار، وامتى يشتد البرد، وامتى يدخل الشتاء، وامتى تدخل الليالي، وامتى يدخل الصيف. المهم حدوه بعلامات، يا إما من النبات، من النبات مثلا زي امتى تفتق الرتمة يقولوا اهو طلعت الليالي، وامتى ينور اللوز كذلك يقولوا طلعت الليالي. مثلا من الحيوانات، بعض الحيوانات تعطيهم علامات تدل على أن الخريف خش أو الشتاء خش. هذا العام شهد وما يزال سقوط أمطار غزيرة على مناطق عدة، ما يبشر بموسم زراعي خصب وفرصة لهواة التنزه والتخييم لاكتشاف جمال الطبيعة.